عسلامة. اليوم باش نطيبو باش نوريكم ريسيت جديدة نتاع مقلوب. عندي نص كيس زيت، كيس حليب، وكعبة ياغورت. ماذا بيكم كعبة ياغورت ناتشور. عندي زوز مغارف صغار سكر، مغرفة صغيرة ملح، وعندي مغرفة كبيرة خميرة خبز. طبعا باش نصب المكونات نتاعي ومن بعد نزيدهم الفارينة ونقعد نخلط. بالنسبة للعجينة هذه تمشي مقلوب وبيتزا. بالنسبة للحليب ماذا بينا يكون دافي باش نحلو بيه الخميرة. طبعا نزيدو الفارينة نتاعنا تبدا نصف، نلمو العجينة، نزيدو تقريبا طال الفارينة. توا هذه العجينة الفارينة بعد ما زدناها للمكونات اللي صبيناهم الاولانيين، توا باش نلمو بشوية ماء، ماء دافي. هذه العجينة نتاعنا خمرت، توا باش نقسمها ديبول صغار. توا قسمتهم لستة سيبول باش نبدا نطيب في الفرن. نحل بالقلقال بالكعبة بالكعبة ونطيب. توا حليتها في طبق باش نحطها، نزيدو شوية سكالوب شوية فرماج ونحطوها تيب على جنب. نحطو سكالوب والفرماج. أنا توا حضرت الحشو، حضرت سلايد، حضرت الفريت فرماج، وحضرت الزيتون. نستناو السكالوب يطيب باش نبداو نخدمو السندويتشات نتاعنا. هذا هو المقلوب نتاعي توا حضر. انا ما عملتش سكالوب وفرماج كيف ندخلو للفوق، نخير نحطهم بعد ونسخن الساندويتش نتاعي. هذوما هما، هذا هو الحشو ناقص سكالوب. هذا هو الساندويتش نتاعنا توا احضر. كما قلنا هذا هو الساندويتش نتاعنا بالحشو. تنجمو تعملو له الومنيوم من اللوطه وتزيدو شويه فريت وشويه مايونيز وهريسه. ان شاء الله تكون عجبتكم الرسائل. بسلامه.